منظومة الدفاع الجوي، هل أبلغ بأنه إحنا ما نسمح تعبر من عندنا صواريخ أو طائرات؟ أبلغ بشكل رسمي. مو بس أبلغ، حمل المسؤولية. الحكومة حملت المسؤولية للأمريكي وللتحالف الدولي في حماية العراق وأجواء من أي استهداف، طبعاً وأجواء من أي استهداف للأرض العراقية أو أي استهداف تتعرض له دول الجوار بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أي اعتداءات. طيب إسرائيل. طيب ممتاز. يعني السؤال هو لحد الآن، أنا خليني أقول نقطة مهمة، لحد الآن هو موقف، الموقف اللي قاعد نسير به هو موقف مسؤول، لكن تعرف هذا الموقف المسؤول يتعرض إلى ضغوط قد تكون داخليا وتحدثنا بها وقد تكون خارجيا. أنا أريد أحكي عن زيارة عراقتي اللي جتي قبل يومين، هذه مو زيارة بسيطة. إيران بلسانها الدبلوماسي قاعد تتحدث عن أنه هي ما عندها رغبة للتصعيد لكن هي قادرة على المواجهة. أكو خبر طلع قبل كم يوم قالوا أنه الحكومة العراقية طلبت من إيران أنه تمارس ضغطا على الفصائل بعدم التصعيد، هل حصل هذا فعلا؟ هل استجابت إيران للضغط على الفصائل بحكم العلاقة المتبادلة فيما بين هذه الأطراف؟ شوف يعني حتى نكون صريحين دكتور حسام، بالتالي الحكومة تمارس كل الأدوار التي يمكن من خلالها حفظ الأمن والتعقيد الداخلي والتي نجحت به بحمد الله لحد الآن، صح. وهي ترغب في أن يبقى هذا النجاح متواصل. طبعا الإيرانيين يقولوا إحنا ما عندنا تأثير مباشر على الفصائل، والفصائل أيضا تقول أنا ما معني في إيران ولا بالتوقيتات الإيرانية، أنا عندي قضية وهاي القضية تحتم علي شرعا وقانونا في أن أواجهها.